مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة وليلة جديدة من برنامج مونديال مصر. مونديال مصر خلاص بقى ماركة مسجلة على مستوى العالم كله على مدار الأيام اللي فاتت، وعدد كبير جدا من الاتحادات الدولية المختلفة بيتكلم عن مونديال مصر لكرة اليد، وإزاي مصر قدرت إن هي تكون بتعدي بالبطولة دي لبر الأمان، وكمان مدى تأثير بقى مونديال مصر على بطولات العالم بشكل عام في مختلف الألعاب، وكمان على إقامة أولمبياد طوكيو في معادها. التأثير الإيجابي لمونديال مصر لكرة اليد 2021 مش بس على مستوى كرة اليد، كان شكله حلو، استمتعنا باستضافته، ولكن كمان كان ليه استفادات على المدى الأطول. على سبيل المثال مثلا مصر هتكون بتستضيف خلال شهر فبراير الجاري بطولة كأس العالم للرماية، وهيتم فيها تطبيق نفس النظام واللي تم تطبيقه في بطولة العالم لكرة اليد. مصر في بطولة الرماية هتكون بتستضيف 35 دولة مشاركين في الحدث ده، حدث كبير ومهم. عارفين يعني ايه 35 دولة؟ نقول لحضراتكم، يعني العالم كله عنده ثقة في قدرة مصر التنظيمية والرياضية. كمان تصريح رئيس الاتحاد الدولي للرماية واللي قاله من يومين بأن تنظيم مصر الرائع لبطولة العالم لكرة اليد كان دافع كبير للاتحادات المختلفة في الرماية أنها تكون بتشارك في كأس العالم في مصر. الثقة دي مش من فراغ، النجاح مستحيل بس لما بتكون بتحققه بمجهود كبير، وانت قد ايه مصدق في المجهود اللي انت بتقدمه يبقى الحلم لازم يكون بيتصدق. التاريخ لا يمكن ابدا يكتب غير بحروف من ذهب ازاي مصر ساهمت في انها تكون بتحط شكل جديد لاستضافة البطولات الدولية في التوقيت الصعب ده. مصر طول عمرها بتدخل تحديات على كل المستويات، بتدي وبتكون قد التحدي. على مدار فترات طويلة جدا عشنا وشفنا لحظات بيتم تسجيلها من استضافة مصر لأحداث رياضية وغير رياضية مهمة، ولكن لو هنتكلم على الصعيد الرياضي في الفترات اللي فاتت قد إيه شفنا أحداث كتيرة مصر قدرت تكسب ثقة الاتحادات الدولية في رياضات كبيرة إن هي تكون بتنظم بطولات العالم الخاصة بيها. والحقيقة في أوقات كتير كنا لما بنبص على ملفات مصر اللي داخلة قصاد دول كبيرة أوروبية علشان يكونوا بيحظوا بفرصة تنظيم بطولات عالمية، كنا بنحس إن فرصنا صعبة أو بعيدة بعض الشيء، ولكن اللي قدر يعمله مونديال مصر لكرة اليد، والحقيقة إحنا حتى لو بنتكلم عليه على مدار أيام طويلة وهو انتهى، ولكن أصدقه مش هتكون بتنتهي ولا بعد 10 سنين، لأن إحنا بنتكلم عن الرسائل اللي بيتم إرسالها للعالم الخارجي من خلال الرياضة واللي أصبحت صناعة، فبالتالي هي رسائل بتكون قوية جدا وفعلا بيكون مفعول لها مستمرة على مدار سنوات وسنوات. فإيه المكاسب اللي ممكن نكون بنكتسبها من استضافتنا لهذه البطولة؟ مش هنبص لتحت رجلينا ولا هنكون بنفكر فنيا احنا ما كسبناش البطولة، ولكن فنيا احنا ما خسرناش، وشايفين كمان عدد من منتخبنا الوطني نجومه قادرين يكونوا بيحضروا فرص للاحتراف بالخارج، وده مش هيكون بالصدفة، ولكن لاعبتنا قدروا يكتسبوا مكاسب كتيرة جدا من مشاركتهم في هذه البطولة وبهذا المستوى العالمي. ماركتنج لنفسهم، قدروا ان هم يكونوا بيحققوا سوق لنفسهم والعالم كله يكون بيعرف قيمة اللاعب المصري وإمكانياته الفنية والذهنية والبدنية، وإن هو قد إيه ممكن يكون لاعب محترف. والاحتراف هنا اللي بنتكلم عليه مش إن هو بيتقاضى عقوده بالدولارات ولا إن هو يكون عنده فلوس كتير في عقوده والأندية بتتهافت على الحصول على خدماته، ده الاحتراف. ولكن الاحتراف الحقيقي اللي مش كل اللعيبة بتكون قادرة تنفذه هو إن يكون فيه فكر احترافي، يكون في طموح احترافي، يكون في مستوى احترافي. المستوى الاحترافي دوت ان انت تكون قادر تحافظ على ليفل معين مش بتقل عنه، وحتى لو في اهتزاز بعض الشيء ولكن الابس اند داونز في حته معينه، ده المحترف. عمرك ما هتشوف ميسي ممكن يبقى عنده داي اوف ولكن مش طبيعي تقول هو مين ده، هو ازاي الماتش اللي فات كان عامل كده والماتش دوت مستواه مش موجود خالص. فده الفكر الاحترافي اللي لعبتنا قدرت ان هي تكون بتقدمه من خلال هذه البطوله ومستواهم اللي كان مستمر بشكل جيد على مدار اكتر من مباراه. فهنيئا لهم الحصول على هذه الإشادات الكبيرة يستحقوها، ولكن كمان هنيئا لمصر حصولها على ثقة كل دول العالم أنها تكون بتيجي وبتشارك في بطولات على أرضنا، علشان إحنا قدرنا نكسب ثقة الجميع مش بالكلام مش بأحلام،
بالواقع، قدرنا نحقق ده على ارض الواقع. ففعلا حابين نشكر كل حد اشتغل علشان نوصل لهذه المرحله. هتشين كمان برضو نتكلم اكتر عن لحظات كتبها التاريخ ولحظات التحدي. هيكون ضيفنا النهارده بعد قليل في حلقتنا النهارده من مونديال مصر الكابتن مدحت البلتاجي، المستشار العام لبطوله العالم لكره اليد ونائب كمان رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد. بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا.